ألو، ايه رزه، انا صرت بالميكرو. روحي مشوار الطريق وبكون عندك. وين بشوفك؟ والله ما بعرف ايش بدي اقول لك، يعني ما بدي اروح على البيت وانت بدك وقت طويل لحتى تصل على الشام. ما معقول اضل هاي الفتره كلها عم بمشي بالشارع. طيب انا رح اقعد بكافيه وبس تصل انا بدن لك عليها. مشي روحي مشي، ما تاكلي هم. حبيبي سلوم، ايش بدي اقول لك؟ ايش في؟ قعدت هالفترة الطويلة بالكافيه، بدي اضطر اطلب فيها كذا طلب، قهوة، شاي، يعني هيك شيء، وانا ما معي مصاري. اطلبي اللي بدك اياه، انا بس اوصل على الشام بحاكيكي. ماشي روحي، ما تاكلي هم. يلا باي باي. ماشي يا عمري، باي باي.